انضم إلينا أيضا تليفونيا دكتور الأستاذ محمد الأنور الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ محمد تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا. يعني عملية طوفان الأقصى كما ذكرنا ويرى البعض أنها تحول كبير، تحول نوعي كبير في كهجوم بري وبحري وجوي على القبة الحديدية، وفشل استخباراتي كبير لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية. إلى أي مدى برأيك يمكن أن يؤدي ذلك بالفعل لفتح الأفق السياسي ربما لإسرائيل فيما بعد، لا الجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل بالفعل لحل الدولتين وإلى حد ما وصول لحقوق مشروعة للشعب الفلسطيني، أم أن هذا حلما بعيد المنال؟ طيب، أولا لابد من التأكيد على أن ما حدث في 7 من أكتوبر الماضي هو تغيير في 7 من أكتوبر الماضي من قبل حماس وهجومها على الأراضي الإسرائيلية، أراضي فلسطين 48، هو تغير نوعي واستراتيجي ومنعطف خطير وجديد سيعيد رسم الكثير من الخرائط العسكرية والسياسية والاقتصادية في المنطقة. أولا قبل الحديث عن مسألة التفاوض والجلوس على مائدة التفاوض، نتمنى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة وأن تتوقف المدافع ويتم الركون إلى صوت العقل والمنطق. يا رب، لأن المدنيين هم من يدفعون يعني هذا الثمن الباهظ بصراحة من قبل الجميع. نعم. خاصة وأن هناك الكثير، الصدمة هائلة ومزلزلة. نعم. على إسرائيل وعلى حلفائها، البعض فقد عقله وصوابه. المسألة هو نصر حقيقي تحقق على الأرض، مفاجئ، ولكن الأوضاع الإنسانية في غزة سيئة وتسوء للأكثر. صحيح، أستاذ محمد. صحيح، ولكن من المهم استثمار هذا النص وتوظيفه سياسيا بما يصب في خدمة الأهداف العادلة والمشروع للشعب الفلسطيني بعيدا عن العواطف والمشاعر والأحلام وخلافه. ما يحدث هو مجازر على الأرض، ما حدث في 7 من أكتوبر من طوفان الأقصى وقبله العديد من الحروب التي خاضها الشعب الفلسطيني هي للبحث عن مخرج وحل والبحث عن الحقوق العادلة لهذا الشعب المحتل منذ أكثر من 75 عاما. وبجانب الاحتلال هناك الكثير من الممارسات التي تمس مقدسات المسلمين في القدس والكنائس المسيحية في القدس الشرقية ورام الله وغيرها. العالم يتحمل كثير من المسؤولية مما حدث، العالم الذي صم آذانه وتجاهل ما سمي بقرارة الشرعية الدولية. الآن العالم يتحرك في محاولة لإنقاذ واحة الديمقراطية التي هي واحة للديكتاتورية وللاحتلال. الجميع يراقب ويشاهد، والأمور من الممكن أن تأخذ الكثير من المنحنيات الصعبة والمعقدة التي تدفع بالمنطقة في أتون خطير لا يمكن أن يعلم مداه أي محلل استراتيجي. إذا تخلى العقلاء في العالم، إذا تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن بعض العقل، إذا تخلى العالم عن الفلسطينيين وعن المنطقة، فإن المنطقة من الممكن أن تشهد انفجارات كثيرة ومتعددة ومتنوعة، خاصة وأن قوى التطرف والعدوان اليهودي الإسرائيلي هي التي فجرت هذا الأمر. وهذا التطرف من الممكن أن يقابله تطرف ونقص في دائرة جديدة من العنف. نتمنى أن تعود روح العقل والهدوء والتفكير المستقبلي فيما يمكن أن يحمله أي تصعيد من قبل سواء القوات الإسرائيلية من خلال تكثيف القصف على المدنيين والأبرياء، أو من خلال الولايات المتحدة الأمريكية وانخراطها بصورة مباشرة في الصراع الدائر حاليا. الفلسطينيون عندما قاموا بهذا الأمر لن يعتدوا على إسرائيل أو مدنيين، الأراضي هي محتلة من عام 67 و48، هذا حق طبيعي. إذا أنكرت الولايات المتحدة وحلفائها وبعض القوى الدولية وتضامنت مع إسرائيل، الجميع في المنطقة العربية مع ضرورة وجود تعايش سلمي بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني المحتل في العام 1970 وعاصمتهم القدس الشريف. القيادة المصرية والكثير من الدول العربية التي على احتكاك مباشر بالصراع العربي الإسرائيلي والتي دفعت فاتورة بائظة وتدفع، نبهت كثيرا ومرارا إلى خطورة تجاهل هذه القضية إلى عدم ترك الأمور، لأن الأمور من الممكن أن تنفجر، وهو ما حذرت منه مصر
مرارا وتكرارا من هذا الأمر، وهو ما حدث في الفعل، ما حدث من قبل أو في العمليات الأخيرة المستمرة هو صدمة استراتيجية للكثير من المحللين الاستراتيجيين على مختلف أنحاء العالم بل في المنطقة العربية، وللأسف صدمة لبعض العرب الذين راهنوا على التطبيع مع إسرائيل بلا مقابل ولا أي ثمن. نتمنى أن تنتهي هذه العمليات بما يحقق الأمن والأمان ليس للفلسطينيين فقط ولكن للشعب الإسرائيلي أيضا داخل حدود دولة، وأن يتم كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية والكثير من القرارات الدولية وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية راعية السلام بحق الفلسطينيين، والكثير من المؤتمرات والندوات والتصريحات العالم على شفا منحنى خطر ونشاهد دخان وتصاعد الأدخنة في غزة مباشرة كما نرى على الشاشة، يعني الأوضاع سيئة وتسوء، ويعني نرجو أن لضبط النفس كما دعا البيان المصري الصادر عن الخارجية المصرية والذي كان أكثر إنصافا للشعب الفلسطيني. أستاذ محمد، كيف تابعت البيان المصري فيما يخص الأوضاع وأهمية ضبط النفس ودعوة جميع الأطراف لضبط النفس ومحاولة الوصول لتهدئة سلمية وحل عادل وشامل لجذور الأزمة؟ المسألة مسألة مصر ودورها في القضية الفلسطينية معروفة تاريخيا، وهنا ومن خلال هذا المنبر الإعلامي الراقي لا نقول أن مصر هي وسيط بين الفلسطينيين والإسرائيل. مصر في قلب الأمة العربية، ومصر في قلب القضية الفلسطينية أيضا، ومصر عندما تتحرك بين هذا الطرف أو ذاك الطرف تتحرك من منطلق رؤية أوسع وأشمل ومن منطلق إدراك المصالح العليا للشعب الفلسطيني. مصر ليست وسيط، مصر لديها الكثير من العلاقات والاتصالات بحكم اتفاقيات السلام. مصر حصلت على أرضاع كاملة من إسرائيل، مصر دولة جوار لإسرائيل، مصر لديها علاقات طبيعية ومن الممكن روتينية مع الدولة الإسرائيلية بحكم الكثير من الأشياء، وهذا لا ينسيها ولا يمكن أن ينسيها أن لديها ارتباطات والتزامات قومية ودينية وأمنية واستراتيجية مع الشعب الفلسطيني. ومن هذا المنطلق مصر وضعت في هذه النقطة تقدم النصائح للفلسطينيين وتقدم أيضا النصائح للإسرائيليين. ومصر والجميع يتذكر مؤتمر العلمين الذي عقد مؤخرا في مصر والذي ضم جميع الفصائل الفلسطينية. مصر لديها الكثير من الثقل في الوسط الفلسطيني، لأن الفلسطينيين على مختلف فصائلهم وانتمائهم يدركون ويعون أن المسألة الفلسطينية حلها ومفاتيحها الأساسية في القاهرة وليس في أي عاصمة. مهما ادعى البعض من وجود هذا الدور وهذا الدور، ولكن القاهرة بحكم التاريخ والجغرافيا والتضحيات وبحكم الأمور التي لم تطلب ولكنها فرضت على الدولة المصرية منذ نشأة الدولة المصرية، مصر من هذا المنطلق تدعو للتهدئة وتدعو للحوار. وفي نفس الوقت مصر عندما تخلت الكثير من القيادات التي لا داعي لذكر أسمائها أو انتماءاتها الدولية هي التي تبنت القضية الفلسطينية، والقيادة السياسية المصرية حرصت دائما على أنه لا بد من التذكير وألا تنسى القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية للعرب، وهو الأمر الذي أكدته وتؤكده الأيام. بدون حل القضية الفلسطينية وبدون وجود صيغة للتعايش السلمي بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبدون القضاء على قوى التطرف والتشدد التي قفزت إلى مقاعد الحكم في إسرائيل والتي أثمرت وأسفرت عن هذه الأمور التي يدفع الجميع ثمنها، وهناك الكثير من المخاوف خاصة في ظل انفلات عقال الأمور من زمامها من قبل القوات الإسرائيلية، وفي ظل وجود الكثير من الدعوات للدخول في معارك برية أو اقتحام غزة، وفي ظل الدعم الأمريكي الذي أرسل من خلال حاملة الطائرات ومن خلال التصريحات وغيرها، نحن في مصر وفي الدول العربية لسنا مع من يقول بإلقاء الدولة الإسرائيلية وإسرائيل في البحر، ولكننا مع حق جميع الشعوب في العيش في أمن وسلام.